جاهزين نبتدي الاسئله بتاعتنا. عندنا ثلاث مراحل، انا مين او انا ايه، الاسرتين كلهم بيشاركوا، وبعد كده اختيارات وصح وغلط، الكتاكيت الحلوين بس اللي بيشاركوا، البنات والولاد. لو ما عرفتوش عندكم الوسيلتين المساعده اللي قلت لكم عليهم. اوكي يلا. انا مين او انا ايه؟ انا عاصمه دوله الكويت. ايوه قولوا كلكم بابا وماما كمان. ايه خمسه اربعه بجد كويت ثلاثه معقوله اتنين. انت قلتي ايه؟ فاشله احنا. انت قلتي ايه؟ واحد. ما قلتش الكويت اصلها. هي العاصمه الكويت اصلها، فكنت تقولي لي الكويت وهمشيها لك، فاهمه؟ اوكي طب ماشي يلا. هنا انا عاصمه دوله عمان. صنعاء. خمسه. الخرطوم. ايه الخرطوم؟ لا مش خرطوم، مسقط. خرطوم ايه؟ مسقط. لا مسقط. طب ما تقول لنا. طيب انا مخترع المصباح الكهربائي. اينشتاين اسمه ايه؟ خمسة. اينشتاين. أربعة. توماس إديسون. أيوه برافو. أيوه توماس إديسون. توماس إديسون برافو. ليه ليه على استحياء ليه؟ ماشي. هنا بقى أنا عالم فلك عربي اكتشف أن الشمس أكبر من الأرض. ها خدناها دي درسناها. اه أكيد طبعا بس درسناها. لا خمسة. أربعة. ابن الهيثم. ثلاثة. ابن بطوط. لا لا اثنين. خلاص ابو الريحان البيروني. لا طبعا. ايوه ماشي سهل قوي السؤال ده. ده سؤال لازم سرعه. اه سمير غانم وجوش سيدهم والضيف احمد حبيبي الله يرحمه ومعروف بلقب ثلاثي ادوار. ايوه كده برافو. ماشي هنا بقى ده برضو سؤال سرعه وغالبا هيبقى لماما وبابا. انا فاطمه كريمه حليم. شريهان. شريهان طبعا. طيب برافو 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 كده احنا يعني اتاكدت ان انتوا صاحيين دماغكم شويه. لا شويه. تعالوا نشوف بقى ايه مين مصحصح وهيبتدي المهمه الاولى.